ودلوقتي مشاهدينا نتابع أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن النهاردة هتعقد لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية حفل لتكريم الفائزين بالمسابقة العالمية اللي نظمتها اللجنة لعام 2023-2024، واللي عقدت هذا العام في موضوع إعجاز القرآن الكريم والسنة في العلوم السياسية، وده في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعقد المسابقات اللي بتثري الجوانب العلمية والفكرية وبتشجع على القراءة والبحث، حيث تؤدي هذه المسابقات دور مهم في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه لجنة منظومة تداول القطن الزهر، هيتم فتح جميع مراكز تجميع الأقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحري لاستقبال الأقطان من المزارعين، وده بعد الانتهاء من جني حوالي 50% من أقطان الوجه البحري، وبيأتي ذلك بناءً على رغبة العديد من مزارعي القطن بالوجه البحري في السماح ليهم بالبدء في توريد الأقطان للمنظومة. لعشاق الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية بيخوضها منتخب مصر مع منتخب موريتانيا في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 7 مساءً.